للحديث أكثر حول تنامي ظاهرة معاداة المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المستشار في العلاقات الدولية أداتوك الأستاذ أحمد عامر. مرحبا بك دكتور أحمد. بما تفسر استمرار الترويج لمعاداة مواطني الاتحاد الأوروبي المسلمين والمساعي الحثيثة لتشويه صورتهم التي بدأت شرارتها من فرنسا مرورا بباقي دول الاتحاد؟ تحياتي لكم وتحياتي للقائمين على قناة الرافدين ومشاهدينكم الكرام. حياكم. للأسف الشديد أصبح الآن في الانتخابات الأوروبية في أغلب بلاد أوروبا، للأسف عندما تقترب موعد الانتخابات نجد الأحزاب تتصارع أو تتسابق لإرضاء اليمين، بل اليمين المتطرف، وأصبح اليسار يبعد كثيرا في الانتخابات، و حزب الخضر أيضا والحزاب المعتدل للأسف الشديد. الهجوم على مسلمي أوروبا يزداد يوما بعد يوم، ازدياد ممنهج، بل من قبل أيضا مجموعات عنصرية، مجموعات متطرفة يمينية تطرف قوي. ونحن رأينا للمرة الأولى سيد جو بايدن في أمريكا عندما يقول إن تنامي الأحزاب البيضاء المتطرفة والداعية للعنصرية خطر على المجتمعات في الغرب. هذا الواقع عندنا في أوروبا للأسف الشديد، وكنت أتمنى أن أسمع ذلك من قيادات كثيرة، من القيادات لدينا في الاتحاد الأوروبي وفي بريطانيا، ولكن كما ورد في تقريركم حديثك سابقا هذا وزير الداخلية البريطاني السابق عندما يقول هذا الكلام، ومستشار السيد رئيس الوزراء وهو رجل أسود البشرة يقول أيضا هذا الكلام. دكتور أحمد، يعني برزت في الآونة الأخيرة انتشار لافتات عنصرية محرضة ضد الجمعيات الإسلامية في النمسا، يعني يبدو أن هناك اتجاه لليمين المتطرف في حملته ضد المسلمين في أوروبا. ماذا تعلق على انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في دول يعني مشهود لها باحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية وكذلك الجماعية مثل هولندا والدول الإسكندنافية؟ كلام صحيح جدا ما تفضلت به، ولكن للأسف نقول كان وأصبح. مما لا شك أن أعداد المسلمين تزداد في أوروبا، نعم أعداد الذين يدخلون الإسلام من مواطنين أوروبيين أبائهم وأمهاتهم أوروبيين اقتنعوا بالإسلام ثم دخلوا الإسلام، ازدياد أعداد المساجد، ازدياد أعداد المحجبات، ازدياد أعداد المدارس الإسلامية. هذا شق. الشق الآخر إن المجموعات العنصرية أيضا تزداد وتزداد جدا، ولكن توجد نقطة أخرى مهمة ولابد أن نأخذها في الاعتبار، وهي أنه توجد بعض الدول المحرضة على مسلمي أوروبا ونشاط مسلمي أوروبا، ولأن مسلمي أوروبا يدافعون عن المحرضة. هذا السؤال الوجيه. للأسف الشديد نعلم أن مسلمي أوروبا يدافعون عن قضية فلسطين، يدافعون عن قضية كشمير، يدافعون عن حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي، ويوجد من يريد أن يحارب هذا التوجه القوي والتواجد الملموس لمسلمي أوروبا في البرلمانات الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والتواجد في الشارع بين النقابات العمالية. فنجد حرب شعواء تواجهها أنت بين يمين متطرف في الداخل، وحرب شعواء تأتيك أيضا من الخارج من بعض الدول، حتى بعض الدول العربية والإسلامية، تزج بمسلمي أوروبا في معارك يعني هم ليسوا طرف فيها. انت عندما ترى مسلمي اوروبا علاقتهم بالكنائس، علاقتهم بالمعابد، علاقتهم بالبوذيز والهندوس والبقيه اطراف اطياف المجتمع فوق ممتازه، علاقتهم بجميع الاحزاب كانت ممتازه، لكن السنوات الاخيره اصبحت علينا في اوروبا حرب من الداخل ومن الخارج، الحرب موجهه فقط للمسلمين، لمسلمي اوروبا. طيب يوجد ملونين غيرنا، يوجد هندوس، يوجد سيخ، يوجد سود، لماذا لا يوجد عليهم هذا الهجوم؟ لماذا هذا الهجوم غير موجود على المعابد البوذية أو المعابد اليهودية أو أماكن معابد السيخ أو ما إلى ذلك؟ لا يوجد. إذن في حرب ممنهجة على الإسلام والمسلمين للأسف الشديد، وقوية جدا. أنا أقول فترة صراع وليست سهلة، في معركة
ومعركة مخيفة، برغم أنه طبعا أيضا لابد أن نقر أن أعداد المسلمين تزداد في البرلمانات الأوروبية في المجالس المحلية. رأينا السيد صادق خان ينجح للمرة الثانية في انتخابات في عمدة لندن، ورأينا هذا النجاح أيضا في بلديات أخرى غير لندن في بريطانيا وبلديات أخرى في بلاد أوروبية أخرى. عبر الهاتف من لندن المستشار في العلاقات الدولية الداتوك أحمد عامر، شكرا جزيلا لك.